تشارك دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في ورشة عمل البنك الدولي حول أهداف التنمية المستدامة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل أونلايف مينا مكرم. مينا، بداية مرحبا بك. نعم، أهلا بيكي. مينا، يعني نتائج أو ربما الأعمال التحضيرية للورشة التي تحضرها الدكتورة سحر نصر في عمل البنك الدولي حول أهداف التنمية المستدامة. نعم، صباح هذا اليوم بدأت ورشة العمل الخاصة بالبنك الدولي في مصر، وذلك حول أهداف التنمية المستدامة وكيفية سبل تحقيقها في مصر بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وأيضا قطاع الأعمال الخاص. وشاركت في هذه الورشة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي تحدثت في كلمتها عن أهمية التنمية المستدامة كونها أحد المهام الرئيسية التي تعنى بها الحكومة المصرية وكافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الوقت الحالي. تحدثت أيضا عن أن التنمية المستدامة تعد يعني محور دستوري جوهري في العمل الحكومي المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث يوجه الرئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي عمل الحكومة المصرية بشكل دائم، وانطلاقا من التقرير الذي قدمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي حول التنمية المستدامة في مصر، وكان قد قدم تقريرا خاصا بما أنجزته مصر في هذا المجال في مختلف أفرع التنمية المستدامة، وحيث تعتبر مصر وحسب هذا التقرير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واحدة من 22 دولة رائدة في مجال التنمية المستدامة حول العالم، بما له من تأثير كبير على مناخ الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف دول العالم. أشارت أيضا الوزيرة سحر نصر بأهمية التنمية المستدامة في هذا الوقت الذي تهتم بها الحكومة لتعزيز مناخ النمو الاقتصادي، وأيضا إنشاء وتأسيس بنية تحتية مستدامة في مختلف المحافظات والأماكن المصرية، بالإضافة أيضا إلى توفير الصحة والتعليم والإسكان المناسب لكافة المواطنين من أجل تحقيق تنمية مستدامة بشكل مستمر. وتستمر هذه الجلسات الخاصة بهذه الورشة على مدار هذا اليوم بمشاركة واسعة من السويد ولبنان والأردن، حيث يشارك عدد من ممثلي الوزارات، وزراء الخارجية وأيضا وزراء التخطيط والاقتصاد في هذه الدول، للاستفادة من التجارب المتبادلة بين مصر وهذه الدول في مجال التنمية المستدامة. مراسل أونلايف مينا مكرم، أشكرك شكرا جزيلا لك.